أقوى ديفندر من وجهة التاريخ اليوم. أدفنشر وحب زيادة. الأفخم كمان من ناحية الفخامة والتكنولوجيا. والقوة المخيفة اللي موجودة على الديفندر أوكتا. قبل إطلاقها العالمي ب 3 جولاي، اليوم احنا موجودين مع ديفندر تنخبركم عن أقوى ديفندر نواجه لتاريخ اليوم، الأفخم كمان من ناحية الفخامة والتكنولوجيا. عم بحكي عن آخر إضافة لديفندر بعائلة ديفندر، لأن العائلة حتكبر نوعدكم بهذا الشيء. عم بحكي عن ديفندر أوكتا. شو ديفندر أوكتا وشو الموضوع وليك الشكل الرائع اللي موجود عليه، وليش هي أقوى ديفندر، وليش في سيارتين ديفندر موجودين؟ هذا كله أمور حنخبركم إياها بخلال الحلقة. أنا بالأول اشترك هلا بقناتنا على اليوتيوب، فعل الجرس، وخلينا نبتدي حلقة أقوى ديفندر. شوف معي هالوحش اللي موجود هون. ليش عم بحكي عن وحش؟ لانه التعديلات اللي صارت على ديفندر اوكتا 2025 اللي هو اقوى ديفندر واللي عم تشوفه هون هي الفيرست اديشن، عم يعطيك خليني اقول النظره المخيفه المرعبه بكل معنى الكلمه. بتحس حالك عم تطلع على سياره عسكريه بكل معنى الكلمه. في كثير تفاصيل موجوده بالتصميم ما بتلاحظها غير اذا عن جد فتت بتفاصيل التصميم للديفندر اوكتا. شو اللي بيميزه عن غيره من ديفندر؟ اول شغله لفتت الانتباه هو استعمال الكربون فايبر بكثره داخل السياره، وانه كربون فايبر عادي او بالاحرى بخارجيه السياره، منه كربون فايبر عادي ابدا يا جماعه. عرفنا الكربون فايبر اللي مستعمل هون هو كربون فايبر ماخوذ من الطائرات، يعني هالقد الجماعه فايتين فيها. عندك حركات الكربون موجوده هون، موجوده هون، حتى الشكل اللي له علاقه ب خلينا نقول الشبك الامامي اللي يبرد لك المحرك الموجود 4.4 في 8 توين توربو 635 حصان. حنحكي كل شيء عن المحرك، انما لنكمل الجوله هلا. التغييرات اللي موجوده هون بالتصميم عم بيعطي حركه مميزه للفيرست اديشن. بعد في تغيير اساسي كمان موجود لازم نحكي عنه بمقدمه السياره، مش بمقدمه السياره، خلينا نقول تحت السياره، لانه عمليه التصفيح ما تصفيح عاديه ابدا. استعملوا الجماعه الجرافيت تحت السياره ليعطوك اقوى حمايه ممكنه لما تكون عم بتجن بالمحرك المجنون اللي حنحكي كل تفاصيله والقوه المخيفه اللي موجوده على ديفندر اوكتا، ان كان بالفيرست اديشن او لبعد شوي بنحكي. واذا انت فكرت انه المقدمه هي هجوميه وهي المخيفه، لا قرب معي. بس توصل على جنب السياره، اول شيء السياره بتلاحظ انه هي اعرض ب 6.8 سنتيمتر تقريبا، يعني حوالي 7 سنتيمتر من ناحيه العرض، وهذا الشيء عم بيعطيها ضخامة، عم بيعطيها هجومية مخيفة للسيارة. التعريض واضح جدا هون. حركات اللي حبيتها عندك هون بالفندرز، الحركة اللي موجودة هون موجودة هلا بتشوفها كمان بالخلف، مرعبة جدا، عم تعطيك حركة حلوة. أكثر عنصر لفت لي انتباهي وحبيته بقوة هو إطار الأوفرود مع الرنجات الضخمة. على فكرة الرنجات لهم قصة. إذا أنت عم تطلع على الرنجات اللي موجودين هون، قياس 20 إنش مع خلينا نقول الهجومية بالأوفرود، السرعة محددة إلكترونياً على قياس 20 إنش ب 209 كيلومتر بالساعة. قبل ما ننتقل ونكمل خلينا نحكي كمان شوي ميكانيك، خليك معي تحت. ميكانيكياً عندك تعديلات هائلة شاملة بموضوع نظام التعليق، لصار في عندك شيء اسمه 6D داينامكس. كنا حكينا عن الموضوع مطولا لما كنا عم نحكي عن رانج روفر سبورت اس في، عم نشوف على الديفندر اوكتا 2025 فيرست اديشن كمان 6D تعطيك راحه هائله وتعطيك جنون. والجماعه عملوا تيستينج على هاي السياره من ناحيه الاوفرود قد ما بدكم، ان كان بالثلج ولا ان كان بالصحراء ولا ان كان بالرمل ولا ان كان بالحراره، اكثر ما بيعملوا على اي ديفندر ثاني. يعني اذا انت مفكر ديفندر اللي عندك ديفندر هو الاقوى، انت غلطان، لانه هون مش بس المحرك اقوى، كمان قدرات الاوفرود اقوى على هذه السياره. حركات الجديد اللي موجوده عم نشوف للكربون فايبر اللي خبرناكم عنها، كلمه ديفندر هون، حتى الالوان المستعمله وطريقه تناسق الالوان بشكل السياره مخيفه، وهذا بعد ما اخذتكم لجوا، بس لنفوت لجوا الموضوع مختلف كليا. قرب معنا نكمل الجوله.
اللي خبرناكم اياه بالتعريض والحركه اللي موجوده بالفندر بالامام بتلاقيها بتكمل معك من هون. ليش؟ تيخلوا الاطار داخل الفندر بحسب القوانين، هذا الشيء مفروض. طبعا عندك حركات اللي موجوده والسلم اللي موجود اللي بخليك تطلع تقعد على سطح الديفندر اوكتا لتعيش اجواء مغامره بكل معنى الكلمه. وشغله بتلفت لك انتباهك، الشعار اللي موجود هون هيدا شعار اوكتا يا جماعه، هيدا اللي حتصيروا تشوفوه على سيارات الاوكتا اللي هي الاضافه الجديده لعائله ديفندر من سنة 2025. بالخلف ما تغير كثير، هوية ديفندر بعدها موجودة، الإطار الرائع مع الرينج الرائع اللي موجود عليها موجود، الحركات اللي موجودة بالتو اللي موجودة من هون، يعني عم بتحافظ على طابع ديفندر بقوة كيف ما غرمت فيها. إذا بدي أخذك بالداخل وفرجيك شو في بالداخل قبل، خلينا نروح لهون. النسخة اللي خبرناكم عنها هي الفيرست إديشن، على فكرة فيرست إديشن كثير محدود الإنتاج تبعها، يعني إذا لهلا أنت ما اشتريت هاي السيارة انسى الموضوع. إنما الحلو بالموضوع إنه موجود نسخة اللي هي أوكتا عادية، ما بعرف إذا فينا نسميها عادية، بالآخر عم نحكي عن أقوى ديفندر نواجهت للتاريخ اليوم. موجود بنسخة أوكتا من 2025، شو اللي بيميز هيدي السيارة عن غيرها أو عن فيرست إديشن؟ هو طبعا اختيار اللون، وما عندك الكربون فايبر اللي موجودة، حتى عاملين لك حركة حلوة، حاطين لك الذهبي موجود حوالين كلمة ديفندر ليخصوا لك إياها ويقول لك أنت هناك وحش أوفرود مجنون مغامرات بكل معنى الكلمة. وهون عم تاخد الشخصية الثانية للديفندر. على فكرة الديفندر كسيارة هي سيارة فيك تصفها قدام الفندق وتعيش أجواء الفخامة بسيارة مثل هاي، وبس بدك تعيش بالأوفرود وبجنون فيك تطلع بهاي وتعيش الشخصية الثانية، أو فيك حتى تروح على الفيرست إديشن مع كل التخصيصات اللي لها علاقة بالأوفرود. اللون مختلف، التصميم بتحسه أقل هجومية. أنا مش عارف، بدي أخبركم عنها كمان فرق شغلة، قرب معي إذا بتوطي معي ونروح منشوف الرنجات اي اس 22 اللي موجودين هون. تحديد السرعه قلنا لكم بالفيرست اديشن كان ب 209 كيلومتر بالساعه كتوب سبيد على السياره اللي موجوده بقياس 20 انش، ب 22 انش عم نحكي عن 250 كيلومتر بالساعه التوب سبيد محدده الكترونيا لتتناسق مع السياره المجنونه. قبل ما ناخذكم بجوله على نفس النظام التعديل الموجود 60 داينامكس موجود على السياره كمان ان كان بنسخه الفيرست اديشن او حتى بالنسخة الأوكتا العادية. قبل ما ناخذكم بجولة على الداخل، خلينا نحكي شوي عن موضوع المحرك. محرك يا جماعة اللي موجود على السيارة هو 4.4 لتر V8 توين توربو 635 حصان، 700 ركز معي مزبوط هون، 750 نيوتن متر من عزم الدوران بالنمط العادي. مجرد ما أنا تكبس الأوكتا مود تطلع على 800 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتوصل من تسارع من 0 ل 100 ب 3.8 ثواني. كمان بعض الامور اللي لها علاقه بنظام التعليق انه السياره صارت تقدر تدخل بالمياه لاكثر من متر ستوك بدون ما تعدل فيها اي شيء. هذه اهم الامور الميكانيكيه خلينا نقول اللي موجوده على سياره اوكتا. بالداخل معد في مفاجاه وفي تصميم وفي حركات حلوه عملتها، خليني اقول جاكوار لاند روفر بسيارة ديفندر اوكتا. نفوت مع بعض. من الداخل اول شغله بتلاحظها بس تطلع بالسيارة الاوكتا، شعار الاوكتا اللي بيطلع على الارض وقديش السيارة مرتفعة، مع انه عملية الدخول سهلة بس السيارة مرتفعة لتعيشك اجواء الاوفرود على الماكسيموم. خلينا نحكي شوي بداخلية السيارة، ما كثير فرقت من ناحية الديفندر من ناحية التصميم بالعموم، إنما الفورج كاربون كيف ما طلعت فيها موجود داخل السيارة حتى على المقاعد من هون. ولفت انتباهي شغلة، في عندك الشعار اللي موجود باللون الأبيض على طرف المقعد عم بيقول لك إنه السيارة فيها بودي أند سول. شو هو البودي أند سول؟ هو نظام صوتي رائع جدا 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 موجود بالمقاعد. مجرد ما إنك تشغل النظام الصوتي بتحس خلينا نقول بالارتجاجات بالعمود الفقري تبعك، تتكون عم بتعيش اجواء المغامره بطريقه مختلفه كليا مع موسيقتك المفضله. شو عندك كمان؟ عندك بدل شيفتنج اللي موجود من هون مع البورت اللي هو شفاف اللي بيضوي باللون الاحمر لما تكون انت عم بتشغل الاوكتا مود. يعني حتى هون عندك البطن اللي بتكبسه شكله شكل الاوكتا او شعار الاوكتا اللي فرجيناكم اياه على السياره.
خليني اقول عم بيعطوك جماعه ديفندر، سياره كامله متكامله لكجري، يعني فخمه بكل معنى الكلمه، ادفنشر وحب زياده، والمحرك المجنون اللي فيها وحب زياده، تقدر ياخذوا لك الديفندر على مكان اخر كليا، باخر اضافه بعائله ديفندر، ديفندر اوكتا 2025.